ودائما احكي لك اياها نصيحه قويه يعني كبيره، انه لا تطلع وراك، لا تطلع للي يحكي لك لا، وتمشي مش تمشي تردش سير امشي حتى لو اخبطوك. والله العظيم نزلوني على الارض بس غصب عنهم مشيت، لانه في جوات حد بدا امشي وامشي يوم حياتي. بعدين اتاكد انه الشاعر صحيح انه يعني هي موهبه من الله، فهمت علي؟ لكن الشاعر ما بصير شاعر الا اذا ثابر. اذا صار على النهج الصحيح وثابر وقرا فبصير شاعر مع الموهبه اللي بتكون موجوده عنده. والان مع الفرد الرائع وفارس من فرسان التنوير الإبداعي أيسر دويكات في قصيدة الحروب. قصيدتي بعنوان احتراق. عند احتراقي تبغي بين أصابعي أمتص بعض الغبط من هذا الدخان الصاعد، لا وجه يطفو الآن فوق ملامحي، لا ليلى ينقذ ما تبقى من فتاة الهامد. أمتص بعض الوقت حين أراك في غسق الغياب وفي نبيد الوقت في وجع العذاب الخالد. لا شيء يسكن في الأماكن كلها إلا عبيرك حين تنفخه الرياح على يدي. باتت تحاصرني خطايا ألمني وألمه، هذا الطريق المستبد فينتهي بك وأنتهي. لا بر في البر الحزين لعاشق مثلي ولا حتى هدى، فالليل يبدأ من هنا والموت يبدأ من هنا، وأنا هنا أعظ الصدى ألا يعود من المدى. لكن أطربتنا صح حسان. رائع رائع رائع.